اهلا من جديد مشاهدينا الاعزاء، نمضي ونتواصل معكم عبر الساعه الثانيه لصباح الشروق على الهواء مباشره، وهي مساحه دائما للشروق نت، ابرز ما ورد فيها من اخبار والتحليل دائما مع ضيف كريم ينضم الينا كما تعودنا كل اثنين، الاستاذ بليغ حسب الله مدير تحرير الشروق نت. اهلا بك، أسعد الله كل اوقاتك. أسعد الله اوقاتك بكل خير ومرحب بكم. اهلا وسهلا استاذ بليغ، لسه الصباح الحماس قل. اهلا وسهلا، نشاطنا نشاط الصباح ده كيف؟ في الفاصل مع الصباح ده كيف النشاط؟ لقيت الحلاوه وبعد ذاك. اهلا وسهلا. طيب، لنحل ابرز الاخبار الوارده عبر شبكه الشروق، مجلس الوزراء يقرر ترحيل المواطنين بالعربات الحكوميه مجانا. اصدر وزير مجلس الوزراء الانتقال عمر بشير مانيس قرارا بان تقوم سيارات جميع الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكوميه التابعه لها لنقل المواطنين مجانا اثناء ساعات العمل الرسميه وبعد نهايه الدوام اليومي وفي العطلات الرسميه. يعني ازمه المواصلات ازمه طاحنه، الكل يشتكي لها من المواصلات، وتخرج صباحا الى العمل تشاهد يعني ليس صفوف انما جماهير كبيره جدا في كل المحطات في كل المناطق، بحري ام درمان الخرطوم، يعني هذا على مستوى العاصمه المثلثه. ننتظر حلا ناجعا، يعني لا نريد ان نشير الى هذا الحل بانه يزعف. كيف تقرا هذه الخطوه اولا، وما هو المنتظر والمامول لنخرج من هذه الازمه والضائقه في المواصلات نهائيا؟ والله الازمه تطاولت، ما في ذلك شك. نعم. استمرت لفتره طويله، وبدات الحكومه امامها وكانها عاجزه عن الحلول، بالتحديد المعاناة كل يوم بتزيد، ونحن نرى بأم عيوننا المواطنين يتكدسون صباحا ونهارا وفي أثناء نهاية اليوم يتكدسون في المناطق وفي كل مناطق ولاية الخرطوم. الأزمة أصبحت أزمة ظاهرة للعيان، وأصبحت أزمة يبدو أنها استحصت على الحكومة. لا أعتقد أن هذا القرار سيحل الأزمة نهائيا، يمكن أن يساعد في جزء من حل المشكلة، لكنه بالتأكيد هو ليس حل استراتيجي ولا حل نهائي لهذه المشكلة اللي بدت في كل يوم أسوأ من اليوم الذي قبله. الأمر يحتاج إلى أن تستجمع الحكومة قواها في هذا المجال، وتنظر لحل سريع لمعالجة هذه المشكلة حتى لا تتفاقم وتتحول إلى مشاكل الناس في غنى عنها في هذه الفترة بالذات، والبلاد تعاني من مشاكل كبيرة، مشاكل اقتصادية وغيرها من المشاكل الموروثة من العهد البايد. ونتمنى أن الحلول تكون حلول آنية وحلول عاجلة، بالذات في مشكلة المواصلات اللي هي بتؤثر على قطاعات كبيرة جدا من القطاعات العاملة في البلد والمؤثرة بدورها على حركة الاقتصاد في البلاد. أستاذ بليغ، يعني الخبر أكد أن العربات التي تتبع للحكومة والوزارات المختلفة هي سوف تسهم مساهمة حقيقية جدا في نقل المواطنين أثناء ساعات العمل الرسمية. إذا كيف أنا أعرف أن هذه العربية هي التي تريد أن تقلني إلى مكاني الذي أذهب إليه؟ يعني هل سوف يتم تحديد المسارات لطرق هذه العربات؟ وكيف يعني؟ ده السؤال بيتبادر في أذهان. والله لابد من تحديد المسارات، ولابد في تجربة سابقة في الأيام الماضية أو بالتحديد من قوات الدعم السريع، كانت من في المحطات الكبيرة في المواقف الكبيرة تنقل الناس إلى حيث يشاؤون في الخطوط المعروفة، خطوط المواصلات المعروفة. الأمر يحتاج إلى ترتيب ويحتاج إلى
لأن نتوجه هذه السيارات في التوجيه الصحيح. قد تكون هناك خطوط فيها تكدس، وقد تكون بعض الخطوط ليس فيها تكدس، وعلى هذا على ذلك لا بد من وضع ترتيبات معينة لمواجهة الساعات الذروة وغيرها من طيب هذه الترتيبات أستاذ بالغ، هل سوف يتم ربطها مباشرة مع وزارة البنى التحتية ووزارة النقل والمواصلات للترتيب من المواقف التي يعني يكون فيها تكدس كبير جدا بالنسبة للمواطنين في أثناء ساعات العمل الرسمية أو الذروة أو غيرها؟ هل التنسيق ده مباشرة من الحكومة ولا التنسيق يجب أن يكون ما بين وزارة النقل والمواصلات؟ والله وزارة البنى التحتية ووزارة النقل والمواصلات الاثنين هما جزء من مجلس الوزراء، ولا بد أن يتم هذا التنسيق في مجلس الوزراء، ويمتد هذا التنسيق ليشمل من يعملون في مواقف المواصلات ومن غابة الحافلات والبصات وغيرها. صحيح. حتى يتم تسيير هذه السيارات بصورة صحيحة، مع أن أنا رؤيتي الخاصة أنه هذه السيارات لا أظنها تحل المشكلة، قد كما قلت قد تساهم في بعض الحل ولكنها ليست حل النهائي. الخبر التالي معنا عبر شروق نت، حمدوك يصل بروكسل. وصل رئيس رئاسة مجلس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك والوفد المرافق له إلى العاصمة البلجيكية بروكسل عصر الأحد، وكان في استقباله القائم بأعمال السفارة السوداني ببروكسل حامد الجزولي وعدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي. ويشارك حمدوك في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين اليوم، ويلتقي قادة الاتحاد الأوروبي لإطلاعهم على تطورات الأوضاع بالبلاد خاصة في مجالات السلام وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي وجهود الحكومة لمعالجة قضايا الاقتصاد. هذه المشاركة من خلال هذه القمة بعدد من المسؤولين وعدد من وزراء الخارجية، يعني مشاركة كبيرة من خلالها سيتم التنوير لجهود الحكومة السودانية لمعالجة قضايا الاقتصاد، الوضع الاقتصادي الراهن، تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وكيف نمضي أيضا في مجال السلام. بالتأكيد زيارة رئيس الوزراء السيد عبد الله حمدوك إلى بروكسل التي سيبدأ لقاءاته اليوم هي زيارة مهمة في هذا التوقيت. زيارة سبقتها زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، وهي دولة مهمة ودولة مؤثرة من دول الاتحاد الأوروبي، وسبقت لقاءات للسيد عبد الله حمدوك مع مسؤولين أوروبيين في الجمعية العامة للأمم، مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى وجود وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي ظل طوال الأسبوع الماضي يحضر لهذه الزيارة في الخرطوم، وأجرى لقاءات شملت وزيرة الخارجية السيدة أسماء عبد الله، وشملت رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين المختصين بملف الاتحاد الأوروبي في عدد من المؤسسات السودانية. هذه الزيارة وضعت برنامج للزيارة التي ستبدأ لقاءاتها اليوم، وهي زيارة مهمة جدا، ويمكن أن يقدم فيها السودان تعريف شامل للفترة التي أعقبت الثورة منذ تسلم الحكومة عبد الله حمدوك السلطة، والفترة وما سيقدمه السودان خلال المرحلة المقبلة. الزيارة هي محفل مهم لوجود أكثر من 25 وزير خارجية يمثلون دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المسؤولين الكبار في المفوضيات الأوروبية المختلفة، مفوضيات الاتحاد الأوروبي والقيادة العليا للاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي كان من الذين
وقفوا مع ثورة ديسمبر عبر المفوضية الخارجية للاتحاد اللي اسمه مفوضية السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي كان صدرت بيانات مؤيدة لثورة ديسمبر، وصدرت بيانات مؤيدة لتشكيل المؤسسات الانتقالية في السودان. الاتحاد الأوروبي أعلن قبل فترة بسيطة عن دعم للسودان، دعم مقسم إلى فترات معينة، هو دعم إنساني صحيح لكنه مقسم إلى فترات معينة تقريبا ب 200 مليون دولار، وتليها دعم آخر بأكثر من 100 مليون دولار لفترات معينة لمواجهة الحوجات الإنسانية المحددة في مناطق النزاعات. بالتأكيد السيد عبد الله حمدوك يحمل الكثير لتقديمه لتنوير قادة الاتحاد الأوروبي بما يجري في السودان، من الترتيبات التي تمت من قبل حكومته لمواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة جدا، بالإضافة إلى الترتيبات التي تمت في ملف عملية السلام من المفاوضات التي تمت في عاصمة جنوب السودان، والاقتراب الجولة الثانية والمهمة والمفصلية من مفاوضات السلام المقررة في 21 من الشهر الجاري في عاصمة جنوب السودان أيضا. كل هذه الأمور سيطلع عليها الوفد السوداني قادة الاتحاد الأوروبي، ويتعشم في مواصلة الدعم الأوروبي في هذه الفترة الحرجة والصعبة التي يمر بها السودان. طيب، هذه الزيارة تأتي مماثلة للانفتاح الخارجي لرئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك عقب المشاركة الأخيرة الكبيرة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هذه الزيارة أيضا إلى بروكسل. 25 من قادة ووزراء خارجية بعض الدول هو عدد ليس بالهين، فما الذي يمكن أن يرجع به حمدوك إلى السودان حاملا بشريات كما يطلع السادة رؤساء الدول الخارجية بأحوال ما يدور في الشأن السوداني على صعيد العلاقات وتطبيع العلاقات أكثر، وأيضا الأتيان ببشريات حقيقية للشعب السوداني فيما يعيش الآن لربما النفق المظلم أصبحت تتضح الرؤية قليلا؟ والله لا أظن أنه سيحمل بالتحديد أكثر من وعود. الاتحاد الأوروبي مربوط بالولايات المتحدة، القرار في الاتحاد الأوروبي مربوط بال، لا أنا أقصد الحوار واللقاءات الاستثنائية التي تتم مع رؤساء وزراء الدول. سيكون هناك حوارات ثنائية وستكون هناك لقاءات ثنائية وستكون هناك قفزة في العلاقات الثنائية بين دول الاتحاد الأوروبي والسودان، وهي بالطبع تحللت من كثير من خلال الفترة السابقة وما بعد الثورة، تحللت من الكثير من القيود التي ظلت تعترضها طوال فترة الحكم البايد، وتحلحلت كثير من القيود. لكن فيما يخص الدعم لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي يمر بها السودان حاليا، الدعم كما قلت انه دعم الاتحاد الأوروبي مختصر على المسائل الإنسانية فقط. حتى الآن لم هناك وعود، وهناك من ألمانيا مثلا أعلن عن دعم ولكنه حتى الآن لم يصل. أيضا فرنسا أعلنت عن دعم معروف وأعلن عنه، أعلن عنه وزير خارجية فرنسا في الخرطوم، وأعلن عنه نفس الدعم وأعلن عنه في باريس، ولكن حتى الآن هذا الدعم لم يصل للمزالة المرتبطة بمسائل وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أن يكون هناك حوار كبير وشفاف جدا في هذه المزالة، ويمكن أن يطلب السيد عبد الله حمدوك من الدول الأوروبية أن تكثف جهودها في هذا المجال مع السودان من أجل رفع حالة الطوارئ المفروضة من قبل الإدارة الأمريكية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الفترة المقبلة.
طيب إلى خبر آخر، المهد الجهاد تسعى لتقليل دور الأمة في إزالة النظام البائد. اتهم زعيم حزب الأمة القومي وإمام الأنصار الصادق المهدي بعض الجهات لم يسميها بأنها تسعى لتقليل دور حزب الأمة في إزالة النظام البائد بغضا وحسدا منهم لأدوار حزب الأمة الوطنية والقومية. وأضاف المهدي: بعض الناس يسعون لذلك. وشدد المهدي خلال مخاطبته بدار حزب الأمة بود مدني قطاعات المزارعين وعضوية الحزب بولاية الجزيرة في مستهل زيارته لولاية الجزيرة برفقة عدد من قيادات حزب الأمة القومي على ضرورة تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين في الولايات برضا أهل الولاية استكمالا لأهداف الثورة. وجدد المهدي التزامهم بدعم الحكومة الانتقالية لتنفيذ برامجها وخططها تجاه الحفاظ على الوطن وتلبية طموحات وتطلعات أهل السودان الخدمية والتنموية وترسيخ المدنية حتى الوصول لمرحلة الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة. ودعا لضرورة الاهتمام بمشروع الجزيرة وإزالة كل قوانين المشروع التي رسمها النظام البائد، وأكد أيضا أن إزالة كل مظاهر التمكين في مشروع الجزيرة وإعادة البنى التحتية للمشروع في السكة الحديد والهندسة الزراعية والمحالي. نعم، عدد من يعني المواضيع المهمة تطرق إليها زعيم حزب الأمة القومي وإمام الأنصار من خلال حديثه وزيارته لمدني. نبدأ من النقطة الأولى، وبعض الجهات التي لم يسميها تزعى لتقليل دور حزب الأمة في إزالة النظام البائد، أشار إلى البغض والحسد منهم وعطف أيضا على الأدوار الوطنية والقومية، ويعني ما وراء هذا الاتهام؟ لا شك أن حزب الأمة حزب وطني وحزب كبير وحزب عريق جدا وحزب رائد، ما في ذلك شك بعيدا عن الاتهامات وغيرها. هذه أمور من الأمور المسلمات بها للجميع القوى السياسية، إن حزب كبير وحزب فاز بأغلبية في آخر انتخابات نزيهة في العام 1986، وهو حزب ظل يشكل القوة الضاربة في الحياة السياسية السودانية منذ الاستقلال وحتى الآن. هذه أمور لا أعتقد أنه يختلف عليها إثنان. فيما يخص أن هناك جهات، بالتأكيد حزب الأمة حزب لا بد أن يكون له أعداء ولا بد أن يواجه، وحزب بهذه القدرات وبهذه المواصفات لا بد أن يكون له استهداف ولا بد أن يكون له أعداء. لا أحد إطلاقا ينكر، لا أحد ولا أظن ذلك أن أحد ينكر الدور الذي قام به حزب الأمة في ثورة ديسمبر ودور قيادته وبالتحديد زعيم الحزب السيد الصادق المهدي للدور الكبير الذي سبق الثورة وفي أيام الثورة وما بعدها. حزب الأمة حزب مهم وحزب له كلمته داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، وهو جزء من هذا التحالف، وبالتأكيد الحزب له دور كبير فيما تم من التوصل إلى تسويات واتفاقيات قامت بموجبها مؤسسات الفترة الانتقالية التي ينعم بها الشعب السوداني الآن عن حالة الاستقرار التي في السلطة. أستاذ بليغ، عفوا للمقاطعة، هذا واضح من خلال الدوار الجلية التي يقوم بها صادق المهدي من أجل يعني الحوارات الكثيرة في الآونة الأخيرة، لكن القصد أيضا في مضمون هذا الخبر بتكوين المجلس التشريعي برضا أهل الولاية، خاصة وأنه الوثيقة الدستورية نصت على تكوين المجلس التشريعي 67 أو 63 أو 67% لقوى الحرية والتغيير و 33% للأحزاب المشاركة الأخرى، مع الجدل الواسع الذي تم في جوبا من الجبهة الثورية على لا يتم تكوين المجلس التشريعي إلا بتحقيق عملية السلام. هل سوف نشهد في مقبل الأيام تكوين المجلس التشريعي واختيار من قوى الحرية والتغيير و 33% من قبل الأحزاب والتيارات الأخرى برضا أهل الولايات؟ والله الذين حتى الآن الذين يدعون إلى الإسراع في تكوين المجلس التشريعي هم غالبية من هو تحالف قوى الحرية والتغيير، ظل في مؤتمراته الصحفية طوال الفترة الماضية يدعو إلى تشكيل المجلس التشريعي على أجل ما تيسر. الدعوة التي
جاءت رافضة لتشكيل المجلس التشريعي قبل التوصل إلى اتفاق سلام. جاءت من الجبهة الثورية بالتحديد، من الجبهة الثورية. الجبهة الثورية معروفة إنها حركات مسلحة لا يستهان بها في دارفور، وفي حركة الحركة الشعبية شمال في النيل الأزرق، بالإضافة إلى حركات من شرق السودان. هي التي دعت إلى إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد الفترة الانتقالية. بالتأكيد الفترة المقبلة قد تشهد بعض التجاذبات في هذا الأمر، ويبدو أن التأخير الذي تم في تشكيل المؤسسات في تشكيل المجلس التشريعي، الذي انه الوثيقه الدستوريه بعد اعلانها تم تشكيل مجلس الوزراء، وتم تشكيل مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وتبقى المجلس التشريعي. ربما رات بعض دوائر الحكم انه تاخير المجلس التشريعي لتجاوز هذه التجاذبات التي تحدث الآن من قبل أطراف العملية السلمية، بالتحديد الحركات المسلحة وغيرها من الأطراف التي ترى ضرورة تأجيل قيام المجلس التشريعي إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام شامل. ماذا أيضا عن دعوته لضرورة إعادة مشروع الجزيرة، الاهتمام بمشروع الجزيرة من خلال إزالة كل قوانين المشروع اللي رسم النظام البائد، إزالة كل مظاهر التمكين في مشروع الجزيرة، إعادة البنى التحتية للمشروع اللي تحتاج لي مجهود كبير جدا وأشياء قد يرهق الاقتصاد، لكن هذا ما نحتاج إليه في الفترة القادمة. يعني نلتفت مجددا لمشروع الجزيرة من خلال السكة حديد، الهندسة الزراعية، المحالي وما إلى ذلك من بنى تحتية موجودة كانت سابقا في مشروع الجزيرة. والله أعتقد أن هذه دعوة تطمينية من قبل الصادق المهدي للمزارعي مشروع الجزيرة بالتحديد، أنه هو في خندق واحد معهم ويقف مع إصلاح مشروع الجزيرة. في المشروع لا أحد بالتأكيد ينكر أن المشروع تعرض لنكبات كبيرة طوال السنوات الماضية في عهد النظام البائد، في نظام الري وفي نظام المزارع، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مشروع الجزيرة الذي كان يساهم بنسبة كبيرة جدا ومغدرة في الاقتصاد القومي. السودان ظل يعتمد على ما الزراعة من مشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى طوال الفترات الماضية منذ الاستقلال، وحتى أن عملية التدمير الممنهج التي تمت لمشروع الجزيرة، والمشروع الآن ما في ذلك شك يعاني معاناة كبيرة ويحتاج إلى عملية إصلاح شاملة، ويحتاج إلى إعادة تأهيل كل البنى التحتية التي دمرت من المحاليج وغيرها ومن قنوات الري. ومشروع جزيرة يعتبر أكبر مزرعة مروية في أفريقيا، الآن تعاني وتحتاج إلى أن تلتفت الحكومة الانتقالية لذلك، ويحتاج إلى أيضا إلى أبناء الجزيرة إلى التكاتف والوحدة والترابط من أجل نهوض المشروع. أستاذ بليغ، يعني قبل سؤال حسام عن مشروع الجزيرة، كان هنالك مواصل للحديث عن الضرورة الملحة لتكوين المجلس التشريعي، لربما كان هنالك أسئلة تدور في أذهان المشاهد يجب أن نطرحها مجددا. يعني تم الاتفاق في جوبا مع الجبهة الثورية على أن يتم تكوين المجلس التشريعي بعد إكمال عملية السلام التي ننتظرها في مقبل الأيام، ولكن الوثيقة الدستورية نصت على يتم تكوين المجلس التشريعي مباشرة حسب البنود
البنود المعلنة. إذا السؤال، هل سوف يتم تكوين المجلس التشريعي قبل عملية السلام؟ ولماذا تم أيضا لماذا تم الاتفاق من الأساس مع الجبهة الثورية على لا يتم تكوين المجلس التشريعي إلا بعد عملية السلام؟ هل هذا تناقض؟ والله لا اعتقد ان هناك تناقض، فقط ان هناك قرى معينه من قبل قوى الحريه والتغيير ترى ضروره تكوين المجلس التشريعي بعجل ما تيسر، لاستصحاب ان هناك كثير من القوانين وتحتاج الى تعديل، وكثير من الامور التي تحتاج إلى تسويات لمواجهة بعض الإجراءات الخاصة بالحكم وتسهيل عملية الأوامر وغيرها، كل الأمور المتعلقة بالحكم لمساعدة الحكومة الانتقالية في إنجاز مهامها، وإنه وجود المجلس التشريعي أمر مهم وضروري جدا. هذه رؤية قوى الحرية والتغيير. هناك رؤية مغايرة كما ذكرت هي للحركات المسلحة. الحركات ترى ضرورة إنجاز السلام أولا، ومن بعد ذلك تشكيل المجلس التشريعي وتشكيل كل المؤسسات الأخرى في الولايات بالتحديد، حكام الولايات وحكومات الولايات. نفس الأمر القوى الحرية والتغيير ترى ضرورة إنجاز تشكيل حكومات الولايات وتشكيل المجلس التشريعي وتشكيل المجلس التشريعي. أعتقد أن لا أظن أن عدم تشكيل المجلس إنه تأجيل المجلس التشريعي إلى ما بعد اتفاقية السلام له ضرر كبير فيما يخص تسيير الأمور في الحكومة الانتقالية. هذه رؤيتي الخاصة. نعم. بالتحديد. أما فيما يخص العملية السلمية، فالعملية السلمية أمر أعتقد أنه لا غنى عنه، وأنه ضروري، وأنه يجب أنه التكريس كل الأمور وكل العمل من أجل إنجاز عملية السلام. نعم. هذا العملية السلمية أمر استراتيجي وأمر ضروري لكل المستقبل الذي ينتظر. نعم، شكرا جزيلا أستاذ بليغ، نتمنى أن نلتقي في مواعيد قادمة لمزيد من الرؤى والتحليل للشؤون. شكرا لك. بارك الله.